مساء الخير. بعيدا عن الكورونا، اتجهت الانظار مساء الى الهزه الارضيه اللي استشعر فيها عدد من المواطنين ببعض المناطق اللبنانيه وهي بقوه 4.3 درجات. لمعلومات اضافيه عنا معنا عبر الهاتف مديره مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلميه السيده مارلان البراكس. مساء الخير مدام مارلان. مساء الخير. يعني حضرتك كنتوا بالبيان ذكرتوا انه هي 4.3، بس فيك تحددي لنا المناطق اللي شعرت فيها لهيدي الهزه؟ يعني جينا اتصالات تقريبا من يعني مش ملاح اقول كل المناطق، بس من عده مناطق، يعني بالشمال ببيروت، جنوب بيروت، بالمتن، كسروان. هلا بس بكل منطقه في ناس شعر وفي ناس لا، اكيد بيختلف الشعور بين انه يكون وين، يعني باي طابق قاعد او اي طبيعه ارض، بس تقريبا عدد لا باس به من المواطنين شعروا فيها. طيب وهي من وين واصله اذا بدنا نحكي عن خط هذه الهزه؟ هي هيدا الفالق، مش فالق المشرق، يعني مش الفالق تبعيتنا، هو هيدا فالق بيمرق جنوب قبرص بالبحر وبيطلع صوب الشمال مرورا بالمقابيل منطقه اللاذقيه وبيوصل لتركيا. هلا هالفالق اللي الهزه صارت بالقسم منه تقريبا مقابيل منطقه اللاذقيه، يعني شي 40 كيلومتر شمال اللاذقيه بس بالبحر. يعني هن بطبيعه الحال حسوا فيها كمان الهزه، ما هيك؟ طبعا طبعا، بتركيا اكيد بتركيا وبقبرص بيكونوا حسوا. كمان حسوا فيها، يعني حسب المعلومات اللي توصلنا لها لحديت هلا هو انه في ناس شعروا فيها كمان اكيد بقبرص وبسوريا وبتركيا. طيب مدام براكس، هل مؤشر او هل قوه الهزه الارضيه هل هي مؤشر لشيء ما؟ لا هلا يعني هيدي القوة تعدت الرقم او السايل بنسميها اللي بيقدروا يحطوا فيها العالم، بس ما بتعني شيء، يعني ما بتعني انه لازم يجي وراها هزه اقوى، كما انه ما بتعني كمان انه ما رح بيصير في شيء. يعني نحن عايشين بمنطقه فيها كثير فوالق، فبالتالي هاللي صار اليوم هو ممكن يصير باي وقت الكان. يعني نحن دائما طبعا بنقول انه بالامور الجيولوجيه ما فيها نتنبا، يعني ودائما عم بيصير في هزات دائمه بحسب الدراسات اللي انتم بتقوموا فيها بمركز بحنس، صحيح؟ نحن على طول في عندنا هزات عم تتسجل، يعني اخر هلا خريطه طلعناها للهزات الارضيه صاروا اخر 14 سنه فيهم 10,000 هزه بمنطقتنا. ف طبيعة الحال ما حدا حس بال 10,000، بس عم بعطيك الرقم تتعرفي انه او للمواطنين والمستمعين يعرفوا انه نحن عايشين بمنطقه على طول فيها حركه زلزاليه. هلا بس تقوى شوي بنحس فيها. شكرا لك مديره مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلميه السيده مارلان براكس. وبالانتقال من الهزه الارضيه الى موضوع الاجراءات المتخذه من قبل الحكومه اللبنانيه على صعيد مكافحه انتشار وتفشي فيروس كورونا، صدر عن رئاسه مجلس الوزراء قرار استثنى فيه قرار مجلس الوزراء لا سيما في الفقره الثانيه منه العمال الزراعيين لجهه السماح لهم بالانتقال طوال اليوم لقطف المحاصيل شرط التقيد بمقتضيات الوقايه والسلامه الصادره عن وزاره الصحه العامه. وقبيل يومين على بدء وصول المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة تستكمل الإجراءات من قبل الحكومة اللبنانية. وزير الأشغال العامة والنقل ميشيل نجار أكد في اتصال عبر الأو تي في في برنامج رح نبقى سوا أنه ثمة بروتوكول صارم سيتم اعتماده داخل الطائرة، وأنه لبنان سيستقبل 4 رحلات يوم الأحد من أبيدجان ونيجيريا وأبو ظبي والرياض. وإذا نستمع إلى أبرز ما قاله وزير الأشغال عبر الأو تي في. وانه من حق كل لبناني موجود برا انه يريد او انه يطلب انه يرجع على لبنان، ونحن عودي بالنتيجه سفرائنا بالخارج ولهم فضل كبير وهم مع لبنان بالسراء والضراء. فهذا مبدا بالنسبه لنا مبدا مقدس، ولبنان بجناحيه يعني بالوطن والمهجر. نشكر الله انه نحن قدرنا انه يعني امكانياتنا الاقتصاديه المتواضعه انه نخلي لبنان اجمالا من البلدان الاكثر امانا بالعالم. في عندنا بقلب الطياره كمان بده يكون في عندنا بروتوكول كثير دقيق مشان تنحافظ عليهم خلال الرحله. واللي بيجي على لبنان وما بيكون عامل هالفحص برا قادر يعمله، لانه في اماكن ما فيها البي سي ار وما فيها الانتيكور والانتيجين، بده يتاخذ على اوتيل
ينعمل له حجر ل 24 ساعه ويتاخذ منه على الدخله بالمطار سواب مشان يتم الفحص خلال هال 24 ساعه وبعد منها على ضوء النتائج اللي بتطلع اللي بيكونوا بوزيتيف لا سمح الله او حسب حالته انه حيصير تعامل معهم ينبعثوا على المستشفيات المختصه واللي بيكونوا نيجاتيف رح يكون عندهم حجر منزلي ل 15 يوم ورح يترافقوا مع القوى الامنيه يوصلون على اماكن سكنهم. هي بدها تكون بنات معقمه مختصه، في عندك حاجز بين اللي عم بيسوق وبين الركاب، بده يكون في حدا من وزاره الصحه مشرف على عمليه التعقيم وعلى كل الاعتبارات الصحيه، فكانوا وصلوا على الاوتيلات والاماكن المحجوزه سلفا لهم. ما في اي ربح لشركه طيران الشرق الاوسط من موضوع التيكت، في طياره بدها تروح رح تروح فاضيه وبدها ترجع نص مليانه او نص فاضيه لانه بده يكون في مسافه بين كل شخص وشخص. وبالتالي اذا بدك تحسبيها عمليا يعني كل شخص عم تضرب التيكت باربعه. كلفه الطيران هي الوحيده المحسوبه، هي الوحيده اللي الميدل ايست رح تكون يعني عم تحسبها مشان تقسم على عدد اللي بدهم يرجعوا تحسب التيكت. رح يكون في مبادره ان شاء الله اللي هو يعني رح يطلع فيها تشيرمان محمد الحوت بتخص بالمستقبل الطلاب اللي بدهم يجوا، هذا موضوع هو بيعلن عنه بوقته، هو مبادره شخصيه هو يفتكر فيها. رح يصير في شيء تسيير لميد فلايتس للاشخاص اللي ببين معهم كورونا مثلا من هونيك من دول الاغتراب؟ اكيد، وبالاليه حتى اللي هي طلعت يعني صدرت اليوم عن اداره الصحه اللي بيكون هونيك معهم بي سي ار بوزيتيف بالنتيجه رح نرجع نجيبهم بس بطيارات خاصه مجهزه طبيا مشان حالات من هالنوع. ابتداء من اي متى؟ كله سوا مثل ما عم اقول لك، نحن هلا بمرحله مثل ما بيقولوا بايلوت تيست تجربه مشان نتاكد انه في عندنا هيك فاين تيونينج لكل المعايير وكل الامور اللي لازم ننتبه لها لانه. ومن نيجيريا لفت سفير لبنان حسام دياب إلى أن عدد اللبنانيين الذين أبدوا رغبتهم بالعودة هو 3000 من أصل 30000 مقيم في نيجيريا، أي أنه حوالي 27000 اختاروا البقاء في وطنهم الثاني، كما اعتبر أن الإجراءات الوقائية والأمنية التي اتخذتها الحكومة النيجيرية تمكنت من الحد من الوباء ومن المخاطر الأمنية، وبالتالي فلا داعي للتهافت على العودة إلى لبنان. نستمع أيضا إلى ما قاله سفير لبنان في نيجيريا حسام دياب للأو تي في عن التحضيرات. الطيارة رح توصل نهار الأحد تقريبا 11:30 أو 11:45 صباحا، تنقل تقريبا بحدود 100 لبناني. لم تسمح السلطات المحلية لإجراء فحص البي سي آر على أراضيها، لا ممنوع على طاقم الطائرة حتى للتقنيين من طاقم الطائرة النزول عن الطائرة لأسباب تتعلق بحصر الوباء وعدم انتشاره في نيجيريا. التذاكر تدفع في مكتب الميدل إيست على حساب سيخصصه المكتب في ليغوس. سيتم إعطاء لوائح، وضع اللوائح من البعثات، وفي هذه الحالة بالبعثة أو القنصلية العامة في ليغوس تسلمها تباعا لمكتب الميدل إيست، وهو يتصل بأصحاب العلاقة ويحولون له المبلغ على حساب الميدل إيست. رئيس الأقسام الطبية في مستشفى جبل لبنان دكتور إلي فرح طمأن إلى أن لبنان لا يزال بوسعه تسطيح انتشار الفيروس شرط رفع عدد الفحوصات اليومية، لأن تجاهل الموضوع قد يؤدي إلى نتائج كارثية كما يحصل في أمريكا. كما لفت فرح إلى أن إمكانية انتقال الفيروس من الأم إلى جنينة ممكن عبر طرق أخرى غير التنفس. سلسلة من الإرشادات والإيضاحات أطلق دكتور فرح نستمع إليها. الرقم اللي نحن عم نشوفه هو ما انه الرقم الحقيقي، لسبب انه نحن بلبنان في عنا فكره انه اذا شخص اصيب او اصاب بالكورونا يعني شخص رح يصير منبوز. عدد الفحوصات اليوميه اللي عم نعملها بلبنان هي اليوم صارت 500، قبل كنا عم نعمل بين 200 و300. هذا شيء عبر الدول العديده، قد ما بنعمل فحوصات قد ما بنقدر نكشف أشخاص عندهم مرض الكورونا. هون لازم أتوجه للأشخاص وقل لهم أنه نحن لازم كل شخص عنده حرارة وسعلة لازم يروح يتوجه ويعمل فحص
الكورونا. الأمل كبير أنه نقدر نسيطر على المرض. إذا عليت الحرارة مع الرطوبة اليوم بس يسعل الإنسان هالقطرات، لأنه بينتقل هو عبر الرذاذ ما بينتقل بالهواء، عكس ما العالم بتفكر أنه هو موجود بالهواء أو فينا نلقطه بالهواء، لا هو بينتقل عبر الرذاذ أو القطرات المبعثرة من السعال، بس توصل للشخص الثاني يا بتوصل على السيرفس يا بتوصل للشخص او بيلقط السيرفس بحط ايده على تمه على منخاره على عيونه او بتوصل عليه مباشره وبفوت الفيروس على جسمه وبينمى. هلا بس تعلى الحراره ورطوبه هالقطرات بتصير اكبر، فما بقى توصل لمسافه بعيده، بتنزل على السيرفس وبتتبخر بطريقه اسرع، الفيروس ما بيقدر يعيش بالهواء بتفكك وبموت. وبالحكي ممكن يطلع بعض الاحيان لعاب حامل الفيروس بيوصل للشخص الثاني، وانما بالهواء ما بينتقل بالهواء. انسان بس يسعل بيفرز على القليله 3000 شيء اسمه دروبلت نوكليي، 3000 قطره، بكل قطره في يكون فيها فيروس. هيدول بيتجولوا بالهواء بيقدروا يضاينوا لثلاث ساعات بقلب محل مقفل منه مهوى. الفيروس مش هو اللي بيعيش 3 ساعات، القطرات اللي بتضل عم تبرم بالهواء لمدة 3 ساعات إذا كانت منطقة ما فيها تهوئة مزبوطة. منطقة ذات تهوئة ممكن القطرات ما تقعد أكثر من نص ساعة. إذا حدا عم بيخبز الخبز أو حدا فوته على الفرن للخبز، يعني الخبز اللي نشتري بالسوق، الخبز منه ملوث، ليش بده يكون ملوث؟ بلكي حدا قطص فوقه مثلا، ما بتعيش القطرات فوقه. القطرات على الكاربورد 24 ساعة، على التياب 24 ساعة حسب امتصاص القطرات، على النحاس وعلى السيلفر يعني الفضة بعيش من ساعة لأربع ساعات. It depends على السيرفيس الموجود. طب بالنسبة للخضرة مثلا شو التعقيم المناسب؟ قبل كانوا يستعملوا الملح وال ماي وملح وخل بزيادة اه كتير مهيدة أوفر يعني للعالم. 10 دقايق هو بدك تتخلصي من الكيميائيات الموجودة أكثر من تخلص من الفيروس. ما نخاف كتير، لازم ناخد احتياطات بس ما نعمل هلع ونصير قاعدين بقلب كوفيوز وبدنا نلبس كل الوقت، وما ننسى انه هيدا بيعطينا احساس خاطئ، الماسك والكفوف هولي المريض لازم يلبس الماسك مش الشخص العادي. بعد الفيديو اللي انتشر للنائب وليد البعريني في عكار وهو يصافح عشرات من أبناء منطقته وموجة الاعتراض اللي أثار الفيديو، البعريني يعتذر عبر الأوتيبي من اللبنانيين ويلفت إلى أن الظروف اللي حكمت عليه بهذه المخالطة هي المصالحة اللي كان يجريها على خلفية إطلاق النار اللي حصل الأسبوع الماضي واللي اتهم في مرافقينه أثناء جمع التبرعات لتجهيز مستشفى عكار الحكومة على أثر إشكال بين مرافقينه وثوار حلبة. نستمع لما قاله البعريني. بقول لك انه طريقه السلام ما في غلط فعم انكر، بس الاسلوب انا اللي تقطع الاسلوب اللي بتعطاه بعض الاخرين وكانه هن يعني شرفاء يا لطيف وكانه هن ملائكه وكانه هن العالم وكانه نحن حال لبنان من بعض البعض. كل لبنان واقع ببعض الاستهتار بمكان ما. الحق من بعضه، ما حدا احسن من حدا. ما يفكر والله ابن فلان ابن المنطقة فلان احسن من ابن عكار والله. يعني حضرتك اليوم تجرؤ على الاعتذار من ابن عكار؟ انا من امبارح قلت مين قال ما بعتذر، مين قال ما بيعترف بغلطه؟ يا بين ما بيعترف بغلطه، بس ولكن وقع فرض علي، انا العزوات ما عملت علي، الاعراس ما عم شارك فيها، كل التجمعات ما عم شارك، وبالعكس ما انه ما عم شارك، عم العب دور بتوجيه معين اخوان هيك تجمعات الله غلط، وبدنا نكون حريصين نحن لحتى نمر هالمرحلة، لأنه نحن مارقين بأسبوعين كثير خطرين أكثر من كل الأيام. وفي سياق متصل بموضوع الكورونا، أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عن حزنه لوفاة سفيرة الفلبين إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأشاد الرئيس عون في برقية تعزية وجاء إلى نظيره الفلبيني بالصفات اللي كانت تتمتع بها السفيرة الراحلة والعمل الذي قامت به خلال فترة وجودها في لبنان من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين. فاصل ومنتابع بعد نشرتنا. مساء الخير عن جديد. في فترات الأزمات ولا سيما في فترة التعبئة العامة عم بيعيش الأولاد وأهلهم بحالة من القلق والضغط النفسي. الأخصائية النفسية والصحية رولا لبوس اعتبرت أن ردود الفعل العنيفة من قبل الأطفال متوقعة في هذه المرحلة، ولكن هناك عدد من الدروس يمكن اكتسابها من خلال العزل المنزلي، ولعل أهم هذه الدروس هو الاقتصاد بالإنفاق إضافة إلى العيش بمقدرات قليلة وغيرها. منتابع سوا شو قالت لبوس عبر الأو تي في.
اللي بدي اقوله انه اول شيء نحن ممكن نشوف هالردات الفعل العنيفه عند الاطفال او شوي مستغربه او ما كنا نشوفها قبل ومبالغ فيها، بدنا نستوعبها. اول شيء بدنا نتقبلها، ثاني شيء بدنا نستوعبها بالرغم انه بعض الاهل يمكن هن عم يمرقوا بهالحالات هيدي، هن شخصيا عم يمرقوا فيها، فبدنا نحاول انه نستوعبها ونتواجه معها بطريقه ايجابيه، نتصرف معها بطريقه ايجابيه. لانه بدي اذكر شغله، ردات فعل الاهل هلا بهيدي الفتره وطريقه تصرفهم مع اطفالهم اهم يمكن من الازمه اللي عم يمرقوا فيها الاطفال، لانه هي رح تعلم الاطفال، رح يتذكروها لبعدين، ما رح يتذكروا الازمه قد ما رح يتذكروا كيف مرقوا فيها مع اهلهم بهيدي الفتره بالبيت. قبل ما اذكر يمكن شويه نشاطات بيقدروا يقوموا فيها بالبيت وما منا مكلفه وما بتطلب، بس نذكرهم على السريع. يعني بعتذر منك اخذنا من وقتك كتير قبل، بس لأنه في عنا برنامج يعني على الهواء من بعد ونحن أخذنا رح ناخد من وقته. اوكي رح احكي بس انه في روتين معين لازم يمرقوا فيه بالنهار، يعني لازم يكون الدرس يبقى بمحل، لازم يكون في وقت للدرس، وقت للرياضه، وقت للاشغال المنزليه، يعني بده يكون في مثل اجندا او بروجرام يتقسموا المهام المنزليه على كل الاطفال، لو من عمر صغير لو من 4 سنين يبلشوا يتعودوا يشاركوا بمهام البيت، بالترتيب، بالتنظيف، بالجلي، بالطبخ، بالمهام اللي هي بتفيدهم بعدين بحياتهم. وفي عنا وقت للدرس وعنا وقت لانه يلعبوا، والاشياء النشاطات اللي فيهم يعملوها باشياء موجوده بالبيت، يعني الورق، الكرتون، الحرامات، الكوسان، بيقدروا يعملوا بوبي، بيقدروا يرسموا، يلونوا، يخيطوا، حتى الاشياء اللي بيقعدوا بيفتشوا فيها على الانترنت. ما ننتبه كثير على السكرين تايم بهيدي الفتره، انه ما يكونوا كثير عم بيقضوا وقت، او اذا عم بيقضوا يكونوا عم يعملوا ريسيرش عن شيء له علاقه، يمكن شيء هن بدهم يعرفوه عن الفيروس اكثر. طيب كيف بدهم يفسروا الاهل لاولادهم انه كورونا هو فيروس فلازم ينتبهوا على الايجيان؟ نعم، هون بدنا نحط اسم على المرحله اللي عم نمرق فيها. هي منا عطله مدرسيه ومنا فرصه ومنا فاكانس ومنا عيد، هو فيروس، يعني مثل ما بنسخن من باي سخونه ممكن تصيبنا، هو فيروس ممكن يصيبنا، بس نحن بدنا نتعلم كيف نتعامل معه. هو ما فينا نقشعه، بس هو موجود وبكل دول العالم، يعني بدنا نطمنهم انه بكل دول العالم الاولاد قاعدين بالبيت والاهل قاعدين بالبيت. فبنبلش نقول له انه نحن بنكافحه بالارشادات اللي كثير ما بدي اكررها، يعني صارت مكرره انه تغسلوا ايديكم، تنتبهوا على النظافة، بس بدنا نجاوب على الأسئلة على الأد. كل ما كان الولد أصغر من 10 سنين كل ما لازم نعطيه جواب محدد للسؤال اللي عم يسأله، كل ما كبير أكتر كل ما صار فينا نتوسع بالتفسير أكتر. وإذا بتعطيني دقيقتين لحتى بس أحكي أنه فينا بطريقة في عنا دروس معينة بنقدر نستخلصها بطريقة إيجابية من الفترة اللي عم نمرق فيها. أول درس يمكن منقول للأطفال أنه هيدي الفرصة سانحة لحتى نقول له أنه الحياة منا وردية وأنه في أزمات ممكن يمرقوا فيها، وبيطلعوا منها بتنمية المرونة والحصانة وبقوة. يعني بدنا نتعلم أنه بالحياة في أشياء صعبة بنمرق فيها، شوفوا هاي الفترة رح تطبعكم مدى الحياة ورح تتذكروها، وتذكروا أنه قطعتوها يعني تقدروا تقطعوا أي أزمة تانية بالحياة. بالأمس سحب بند التعيينات المالية في جلسة الحكومة، لكن تداعياته مستمرة. فرنجية غرد صباحا شاكرا رئيس الحكومة على عودته عن خطأ المحاصصة، ومصادر مواكبة ترد عبر الأوتيفي بالقول الجواب الأفضل على تغريدة فرنجية أتى من دياب الذي رفض أن يشترط أحد على الحكومة بشيء. لم يكد يمر ساعات على جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدة حيث سحب بند التعيينات المالية بالتشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس الحكومة حسان دياب، حتى غرد رئيس تيار المرد النائب السابق سليمان فرنجية وكأنه أعلن انتصاره بحسب قراءة البعض، خصوصا وأن وزيريه غابا عن الجلسة. فكتب: قلنا في السابق أننا لا نريد حصة من التعيينات، وجل ما نريده تبيان الحقيقة، وها قد ظهرت. ونشكر رئيس الحكومة على عودته لضميره واعترافه بأن هذه التعيينات كانت ستجري على أساس المحاصصة وتراجع عنها، والرجوع عن الخطأ فضيلة. فهل أخطأ دياب أصلا ليعود عن الخطأ؟ ترد مصادر مطلعة عبر الأوتيفي بالقول إن الجواب الأفضل على تغريدة فرنجية أتى من رئيس الحكومة، فبند التعيينات لم يسحب لأن فرنجية هدد أو وضع فيتو على أحد أو اشترط وطالب باسمين، بل على العكس، رفض دياب تماما أن يشترط أحد على الحكومة لاختيار أشخاص في هذه المراكز، ولأن هذه حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة السياسية والتدخلات، وبالتالي سحب بند التعيينات. وتتابع المصادر بأن هذه التعيينات لم ترحل، بل هناك إعادة نظر بالمقاربة، وهناك عوامل داخلية أدت إلى هذا القرار، ومنها تخفيض عدد نواب الحاكم، خفض المعاشات والرواتب. فأين فرنجية من هذه الطروحات؟
وتنطلق المصادر من أن رئيس الجمهورية لم يتمسك بأي اسم، وبالأساس ليس لديه اسم ولا رئيس الحكومة، لتسأل: ألم يعرف فرنجي أن أحدا لم يطرح أسماء للتعيينات، بل فقط وحده من تمسك واشترط وخلق إشكالية؟ ويأتي جواب المراقبين: من فمك أدينك. فهذا هو الرد الأنسب على موقف فرنجي الذي غرد وحيدا. في تغريدته حسم فرنجي أنه لا يريد حصة من التعيينات، بل يريد تبيان الحقيقة معتبرا أنها ظهرت. فما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ في معلومات الأو تي في هناك الكثير ممن استثمر ويستثمر موضوع التعيينات، ومن ثم نسب النصر إليه، والبعض ذهب أبعد إذ رأى أن كلام بر التصعيدي في وجه الحكومة حول آلية عودة المغتربين كان له بعدا آخر، وهو ملف التعيينات. وفي هذا الإطار أيضا كان تهديد فرنجي، ومن هنا حاول السيد حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة احتواء هذا الاختلاف وبذل الجهود. والأكيد أن لا رابح في هذا الأمر لا فرنجية أو برة أو الحريرة أو جنبلاط. فوفق معلومات الأو تي في حتى الساعة لا تزال قراءة السير الذاتية قائمة، والمعنيون يقومون بدراستها لاختيار الأسماء بحسب الكفاءة والخبرة. بالنسبة لتيار المردة، فقول فرنجية لن نتدخل بعد الآن في بزارات التعيينات بل سنبارك للفائزين واضح ولا يحمل أي التباس، فهو لا يطالب بالمحاصصة أبدا على عكس إيحاءات البعض. فهو كان صريحا بأن آلية التعيينات الشفافة التي ستعتمد حددت مسار المرحلة المقبلة، وهذا المطلب ليس بجديد، يقول مصدر من المردة للأو تي في، إذ سبق لفرنجي وغرد في أكثر من مناسبة وتحديدا فور وضع التعيينات على جدول الأعمال قبل فترة. وانتهى المصدر بتأكيد اعتماد هذا المعيار على كل التعيينات وليس المالية فقط. بالمحصلة تختم مصادر مواكبة أن الشيء الأهم الذي أثبتته الوقائع الأخيرة أن مقولة الأمن لكم والاقتصاد والمال لنا لم تعد موجودة، فالموجود فقط هو مشروع دولة يمسك كل الملفات. ومع هالخبر نوصل لختام نشرتنا. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر. تصبحوا على ألف خير.